صباحكم خير ونور وعسل وسرور وعصير من هالنمونة. عاد هب عصير يا وقت تحرى يص حسبت ما يوع أنا لين الغداء. هذا يوع حي لك ها ما أيوع لين الغداء. اليوع ما يقرب لين الغداء من كل نمونة فيه ها من يطيح في الكبد. هذا شبي متى ينهضم هذا لين يهدن اللذان وتخالف اللذانات وتظهر الواد من المسايد وبعده ما يدين. سبحان الله لكن زين زين يود عنك اليوع يود عنك العطش. يلا ما شاء الله you done all this بطة؟ yes sir thank you very much بطة thank you for everything. حتى لو ان هذا شغلها وهذه وظيفتها وهذا تستلم معاش عليه تقبض راتب اكيد لكن كلمة شكرا تخلي العامل او المعاون في البيت او الطباخ او اللي عندك عايش يعني يزيد في الاهتمام ويزيد في العطاء ويزيد في الانتاج. هذا هو شيء وايد ايجابي انك انت تشكر اللي عندك في البيت. في كل وقت انك انت بتسوي شيء الكلمة الطيبة مهما يكون حجمها ترى لها ردة فعل كبيرة عند الإنسان اللي عايش معاك يعني في نفس المكان لها ردة فعل وايد كبيرة. جزاها الله خير كل من يشكر وكل من يثني وكل من يقنع بالعطية بالرمس الزين بالكلام الطيب جزاها الله خير. بلات واي good morning how are you who's here Pauline sir, Jerwaka sir, Huda, then Sophie sir. Good morning. Good morning sir. The same color. The same color for? For your dress and for your skin and for okay. This is also. When you go, hey. I want to put someone to bring it. Thank you. Welcome. You happy? I'm happy. Thank you. Safiya, salam alaikum. صفية أبوي ما تحب التصوير هاي صفية بشكارة بنت حياة أخوي محمد صفية. السلام عليكم how are you I'm fine good مرسلين what's your name محمد مرسلين يا رك الله يا سلام يا سلام صباحكم خير صباح أبوي المطابخ اليوم ها يا سلام سلم ها هذا كوي تجهيزات كل أبوي تجهيزها يا الله يحفظكم للأشعار هذا كان لحينه برد بعد شوي بنصف عليكم ها مركبوا بالمريل ما الأشعار يلا برد خلاص بنرمس عادة بسير عيدة شوي ويما محمد أسوله وخلاص. السلام عليكم يا حد good morning ها شو أخبار يلا 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 بارك الله فيك أخبار ميحت كل شيء زين؟ الحمد لله ما في حر الحين ها؟ الحمد لله اللهم لك الحمد تدلت الأجواء وحين عبت تسوي الحولة بنعدل مكاننا هذا هاي تشوفنا طويلة كاملة ما عندنا كم متر مترين ثلاثة أربعة خمسة يعني ثمان تمتار أظني ثمانية بثمانية هم تسوي يلس الشتوية هذا خلاص بنودر الخيمة بنودر البيت بنودر الدنيا كلها خلاص هذا المشتة حينه دل اليوم روحه يا أبوكم غير نمونة تركواز اليوم يا سلام يا الله العظيم كل يوم لون جديد كل يوم رنق ويزاهم الله كل خير يا أبوكم اللي اخترعوا هالأرناق كلها لأن الأرناق روحها تفرح الخاطر وتسعد النفس يوم تشوف رنق فنان ويوزلك وخاصة الألوان والفاتحة والشيء الفنان يعني الجميل مثل هاللون وايد جميل لو بتاخذ فنيال بتاخذ أربعة بدال فنيال نعم سنين الأولية والله إني حيد عمري أعرف واحد من هذا الدمام لكن نسيت والله حي وميت لبوقته بورنقين والله تام لاصق في مخيلتي وحين طرى علي هو ميت حي ما عارفه والله نسيت يسمونه برنقين لبوقة طايفتهم كبرها طايفتهم قم برنقين يسمونهم
برنجيل، لكن ما أدري والله ليش مسمينهم برنجيل، يكون مثل بحظين. وقهوتنا اليوم زينة، يا غير التحرر زعفرانها جليل، كأن زعفرانها جليل، وأنا أحب الزعفران في القهوة. غرب الله تعذبك يا عبد القادر، شو اسمه؟ الحمد لله بعد روحي. تعال تعال ياي. تعال. أنت تشوف شيء زعفران في القهوة؟ وين الزعفران؟ شو تحت؟ شو تحت؟ أنت من كيسك تحط الزعفران؟ ليش ما شيء زعفران اليوم؟ في زعفران هذا في هب كل يجلس تحت. لا لو ما لو حاط الزعفران بتلقط له طعم موجود. ما حصل طعم؟ لا ما حصل طعم. معناته حاط شوي أنت صح؟ يلا. آخر مرة. الحين متى بسوي ترتيب؟ ريدي كل شيء؟ كلش ريدي. كلش ريدي؟ أنا أي؟ يلا يلا بتقهوة بي. عمل الأشار الهندي، الأشار الهندي. بغيت تخدم أو بغيت تخدمين الأشار في فايقظ أو لومي أو يزر أو أي شيء أنت تبين تحتاجين تسوينه أشار. طريق نحن متوفر حسب المتوفر. نحن عندنا يا الله يسلم متوفر في فاي، في فاي قط ها على ما تشوفين ها مقطع كل قطعة على كبر الرايبة، تقطيع الفي فاي كل قطعة على كبر الرايبة، وكذلك كان اللومي ولا هنبة اللي تبين. نحن الكمية اللي بنسويها نسبه تناسب ولا أدمي على هو على حسب المتوفر عنده. في فاي غض 20 كيلو، 4 لتر زيت طبخ، 3 لتر زيت سمسم، خردل نص كيلو، سنوت 3 فنايل، حلوة اللي هي هاي ما تسمونها أنتم 3 فنايل، كزبرة 5 فنايل، حلبة هاي على الضروري لا بد ولا عذر منها، فنيال، ملح 4 أكواب من الملح، كوبين سكر، فلفل أحمر نعيم نص كيلو من نوعية جيدة ضروري، كركم نعيم نص كيلو، زنجبيل مبشور كيلو، ثوم مبشور كيلوين، كل هذا مبشور طريقة رفيعة. رد هني هذا حينه، هذا فلفل أسود لكنه خضر طازة، فلفل أسود لكنه فرش من الجمعية بتاع فلفل أسود نص كيلو، فلفل أحمر علوب أو قرون قرينات صغار من هذا الفلبيني الحار اللي ما شيء شراته كيلو، وشراته بعد لكنه أخضر كيلو، وترد هني عندك مع كربتة 6 قريطيسات، قريطيسات هي في الجمعية على نص على كبر الشف، وأربع أكواب خل أبيض، 4 أكواب من الكبار خل أبيض، هذه كل المجموعة. ضروري هذا آخر شيء عادة ينحط الشو، هذا وايد ضروري مسحوق الحلتيت، هذا ينحط شيء بسيط خاشوقة صغيرونه أمنه، وبتسكرون الجدر قبل التسكير بدقيقتين ينحط عليه هذا. وحين بنرويكم الجدر المريال بوي مراكب، وبنبادر بالخدمة الحين بخبركم بطريقة ستيب باي ستيب. يلا بارك الله هناك، هذا سامانه كله موجود، شبينا بوي الزيت كامل بوي في هالمريال، والزيت الحين حامي على ما تشوفون. أول ما ينحط بوي الفلفل هذا، أول ما ينحط الفلفل هذا لين يصير ويلين لمدة دقايق مش أكثر، دقايق بوا فيكم شو بتسوي خلاص، شو اللي بنسوي خلاص، حطها تقريبا 3 دقايق أو 4 دقايق على طول، يتحط وراء بوسيط ورق الغار، يجي يتحط وراء ورق الغار لازم حل هالمنوال، المقرف 5 دقايق أو 10 دقايق
لين يصير تظهر ريحته. اهم شيء يحكينا في الموضوع شو فائده هذا الموضوع كله. لازم يلين، لازم تلين الامور هذه اثبت بن ريحته. ما بدك تسوي كل شيء ولوقت متى ينحط عشان تظهر ريحه الفلفل وتظهر ريحه الكريبته. لازم الدهن، لازم الدهن. الحين هذا خلص حطينا الكريبته، خاف تقريبا نص دقيقه نحط وراء على طول الخربل في نفس الآونة نفس الوقت ينحط الكزبرة. نحط له حبة سنون المقادير قلناها وعديناها. نحط الحلوة. يلا ليتكم تروحون اللي أنا أروحها. وهذا الفلفل الأسود الطازج كله مقصود وكله محبوب وزاهر. هذا أبوي عاد يبالع على الأقل خمس دقايق لين يصير الخردل يتناقع ويبيض اللون. هذا الأسود يخليه لونه أبيض أو أشهل تقريبا، فتظهر له ريحة قوية وجميلة ريحته. وخلاص الحين عقب ما نخلص هذا عقب دقيقتين بنخبركم شو بنسوي ان شاء الله. شو الحين شو غدا؟ ريحه المطبخ عاد الحين شنو تحط؟ الحين نحط الله يحفظكم الحلبه اللي هو فنيال واحد. الحلبه ترى حموس شوي قبل شيء بسيط. الحين نحط الزنجبيل. نحط وراح في يده الثوم كل مبشور هذا بشر. قطع ضغط على الحين لازم الضوء تكون خفيفة كثر ما تروح. وايد ضروري تكون الضوء خفيفة. أهم شيء الضوء تكون خفيفة. الحين ما في أي شيء باقي عندنا الكركم والفلفل والملح والشكر والخل. هذا خلاص عاده من يصير هذا ويلين الثوم بن ريحته الفوتخ هاي الساعه يردون عادي يحطون البهارات ان شاء الله. كل شيء بنضيفكم فيه اول باول. يا رك الله يا حبيبي يا رك الله. طافت تقريبا ما يقارب 10 الى 15 دقيقه. الحين ريحتك لا تطاق تطبون الصدق بقوة. ما بارك الحين بنحط عليه فلفل الحمر. يلا بنزاد بارك الله فيكم الكركم. الحين عاد احتشرت فيه. يلا فوق الشكر. ما شيت منها بعيد. يا جماعة الحين على هالحالة على الأقل 10 دقائق. على مكان. تعال. لازم الحين تظهر ريحة المرة تتغذي قوية تنتشر الدنيا. هاي الحين شوف المضربة، هاي المضربة اللي تشوف مضربة البليس هذا خلاص ما يستخدم في أي شيء ثاني. لأنه خلاص ياه الآشار تلصق ريحة الآشار في طول حياتك. ما تريد تستخدمه إلا كان في شيء مع صوالين وغير صوالين هي. لا غير ماشي ما تروح تستخدمه في بث الكبيسة خبصها ولا في ضرب الهريس ولا في أي شيء أبدا. لازم مد ما يقارب أكثر عن 20 دقيقة. شوفوا الحين أطلع سيد الحين والضور ضروري تكون قاصرة. نحط عليه الخل الأبيض. يلا جولب. يلا الحين هذا وقت عادة.
يلا 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 يلا. هذا الشغل يبتدي من الحين. من الحين وسايد يبتدي الشغل. يبتدي الشغل اللي هو الشغل المتعب. الحين هذا يبتدي الشغل المتعب. لين تصير شو الحين يتسقى عقب بالشو بالخل بالخل العادي. حاليا مثل ما تشوفون مستمر التجريب، الضوء هادي والتجريب مستمر. لازم التجريب يتعاونون اثنين وثلاثة من العمال، حد سائر وحد جاي، كل خمس دقائق يحد. هذا وقت على الحين اللي هو الحلتيت، هذا ضروري ما ينحط منه وايد، شيء بسيط. الخل، الخل يتسقى حسب الرغبة، حسب الرغبة. نحن ما نبي يكون قوامه رفيع مم الخرس كأنك ترش مرقة، لا. الأشار لازم يكون قوامه غليظ، مو سوس. تسرب تسربته على ما تشوفه. وكل من خف الحين لأن هذا في فاي غض، لازم يبال وقت نضويه، يبال وقت. الحين حطينا قرشة واحدة خل، والحين بنحط الثانية خل صريح. يلا يلا حوت، في قوة تبذر المعاش الحين، خفت القوة. هوي وياهم سوال بعد، ضاري أنا وياهم، ضارين علي وأنا ضاري علي. تعال تعال وضع انا وضع انا. يلا لين يصير ميلين لين الحبة، حبة الفيفاي. الواحد كم يبقي قوة؟ انا ما احبها تكون لين وايد، شارات الهمباء البالغة لازم شوية فيها تنقرب تحت الضرس، ولا ينحط بغراش إلا لين يصير ويبرد. ما بالحين خلاص الحين يبال بعد، على الأقل يبال وقت، يعني ما رو ما حدد لكم وقت، مش أقل عن ساعة، ساعة ونص أو ساعتين فوق الضوء، لين يصير ويلين. ضروري لين، ضروري لين. وكل من خف المروق ما ينحط ماء، ينحط خل، ينحط خل ما ينحط ماء. الماء يخيس ويخترب. المروقة بخل لومي معصور. الحين وصلنا إلى مرحلة النهائي، بس هذا القوام النهائي خلاص. أظهر شوي، أظهر شوي. مرة حين زاهر هذا قوام، ما يكون مرة يا لين ولا يابس. ها ما يكون منهرس. مرة رقم واحد. كمية هاي كلها بكلت بس قرشتين خل، قرشتين خل كلت، ما كلت أكثر. هذا طبعا ما حطينا فيه أي شيء، بس قرشتين خل. كم كوب خل؟ عارف أبيض سركة؟ أربعة، أربع أكواب خل سركة فقط لا غير. وقد هذا قوامي، هذا قياس 20 كيلو. هذا الحين يتبنى، بس بنى الضرب، بنى بنى الضرب. يلا زي ما زي، يلا بطل الجذر، بطل بس بن 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 خلاص. يلا يلا بطل الجذر لين بكرة، بكرة عادي. شكرا يا حفيظ، thank you الحريس، thank you مرسلين. بعد مساكم الله بالخير، خلصنا ابوي مأمورية الآشار وخدمته، وتكينا ابوي من الصدع، وتكينا من الصهاوير ومن هنات ومن الآشار، يعني مردفيسه اليوم من أصبحت لنا الحين. الحمد لله عاد حينه، وكل الله سعيد من عمه، وتيسرت الأمور وكل شيء فنان وكل زين وكل قاوي ولله الحمد. عبد القادر
بس يعني بالعيال من المدرسة. أقول كم صار عندي شغل، واليوم بعد شيء أمور وايدة، سيارتي اليوم بتكون مخرب. إذا صار إنه خلى البحر أكيد إني بتبعه. اليوم أنا شو اللي بيخليني أخر؟ الحين بخبركم شيء موضوع نسيت أصلاً أخبركم عنه. نسيت أخبركم عن الموضوع اللي بيخليني أخر لين مصلين الساعة 11 ولا 12 يمكن أسري ولا 10. اليوم بارك الله فيكم الثالث، اليوم هو الثالث والأخير للمعرض المقام تحت إشراف وإدارة وتمويل بنك أبوظبي الأول، المقام من 3 أيام، يعني اليوم الثالث خطف الأول وخطف الثاني واليوم الثالث والأخير في الدورة الرابعة للمعرض، معرض اللي يقام سنويا لسكن المواطنين بما يختص بالقروض الإسكان اللي يديره بنك أبوظبي الأول من تموين وإدارة ومراقبة ومساعدة وكل ما يختص في قرض الإسكان للمواطن. اليوم هو اليوم الثالث والأخير، في نهاية اليوم من بعد الساعة 8 بيخلص المعرض، من بعد الساعة 8 بيكون في حفل تكريم من الإدارة. فاليوم إن شاء الله من بعد الساعة 8 بيكون في حفل تكريم مقام في أرض المعارض من قبل إدارة البنك والمسؤولين في بنك أبوظبي الأول لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث الكبير، يهم كل مواطن في الدولة، يهم كل مواطن مقترض من قروض الإسكان يهمه، وتم إنجاحه ولله الحمد. من بعد النجاح هذا في تكريم وشكرا للجهة المكرمة. ليش؟ لأنه لادمي يوم بيحصل تكريم سواء موظف كان أو حطيت يكت وسويت شيء ساعد الناس هذه، فلذلك أبوي لازم تكرم كلمة شكر، لو كلمة شكر واحد يقول ممنون لها، ممنون إن حد شكرني، لا والله بس بزيده في الثناء والشكر وديتين وثلاث، جزاهم الله خير وما قصر. الجهة المكرمة هي بنك أبوظبي الأول اللي بتقوم بالتكريم، الفئة المستهدفة في التكريم كل من ساهم في إنجاح هذا الحدث الضخم الكبير، منسقين، الشركات اللي كل من حط يده ولو بالكلمة الطيبة، لو بالكلمة الطيبة بنك أبوظبي الأول يقوم بالشكر والتكريم لكل حتى اللي قاموا وقالوا كلمة طيبة، ترى مش غلط، ولئن شكرتم لأزيدنكم رب العالمين، يقول اللي ما يشكر للناس ما يشكر لله سبحانه وتعالى. صلاح أي غداية بارك الله فيكم، هاي الستارتر فق ويهنهنونه ويا فلفل مبروش حمر وريحة دهينة انزين، وهذا الله يحفظكم شوربة بروكلي بعد ما غير، هاي شوربة بروكلي. وغداية اليوم فراري من اللي صار، هاي كلها نمون ما فراري، سمان كويل يسمونها، ما يسمونها منها، وهذا شو سويت انت؟ يلا which one you make yourself this one. What is this? It's must food for Kenya. I can't hear you. Must food what is it? Green beans pumpkin butter spinach all the that. This is the food from your country. Yes. What's the name? Must food
ها؟ ماست فود. ماست فود. ماست. ماست فود. يا. إنزين. وهذا مالي أنا الفريريات اللي خبرتكم عنها. غطي هذا. إنزين. وهذا إيش نبحلك؟ وهذا أبوي مكرونة بعد غير نمونة. شيء مذرور عليه حشرات الرماد. آه جبن 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 كنا. هذا الأشار. هذا الافتتاحية. شو ما زين غادي؟ شو ما زين؟ أخبركم عاد اليوم عاد هاي افتتاحيته بنسوي له تست. عاد لازم شيء كود. هاي لقمة واحد بس أنا بستعمل. عن خاطري وهالنمونة لازم. جولبت 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 ها. هاي لقمة واحد. معلوم هاي اللقمة عادة كاميرا تهدسها مش. هاي لقمة عادة هي وحدة ضربة ضربة محلل يعني معلوم إنها لقمة كاملة الدسم ما كنتش بسوي ما باليد حيل عن خاطري وحدة غيرها ما شيء ترى أنا أحب يكون لا 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 يكون الفلفل شوي زيادة أنا كي أحبه أنتوا عاد على هواكم النابوليين الدواركا طعمها زينة والله هذا لذيذ بعد طعمه تطعم عن خاطرها مسويت لنا متعبلة لازم تطعمها طعمت قبل شوي شوي ونفنها مساكم الله بالخير والنور والسرور والرضا والعافية ومساكم الله بكل ما يصرخ طركم ويفرحكم وإن شاء الله جازة سعيدة وأيام طيبة وسيرتم موفقة للي بيصيرون شرق ولا غرب والتوفيق إن شاء الله لكل الناس واللي بيلسون واللي ما بيصيرون واللي سايرين الله ييسر أمورهم واللي ياسين على الله إن شاء الله يهنيهم وين ما يكونون يكون بارض على الرمسة لو ما أركم بارض وإذا يصيروني يا غير وايد مهم بدوا علي كان فيكم لكم بارض لو لا أولا لا بد ولا عذر من المقدمات تحيدون طبعي طبعي لو قصة صبعي كلنا نحن كمسلمين وكبشر وكناس نوحد أن لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عندنا يقين ما يدخله شك ولا ذرة بالمية أن كل اللي يصيبنا مكتوب من الله سبحانه وتعالى من رزق من حلال من سمو من نسب من مصاهرة من عطية من رفعة من كل شيء لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ما يدخل أي شك ولا واحد بلمية عندنا يقين أن حياتنا اللي نحن فيها مكتوبة في لوح من قبل ما نستوي وقبل ما ننخلج قبل ما نظهر على وجه الدنيا ونشوف النور كل مسجل وكل معروف متى بنحيا ومتى بموت الله سبحانه وتعالى كاتب لنا كله ونحن مؤمنين بالقضاء والقدر نحن كمسلمين مؤمنين بالقضاء والقدر ونعرف رزقك الإنسان متى ومتى بيوجف وهذا كله عند الله مكتوب ما في جدال ولا في شك في انك انت تقول لو انا سرت المكان الفلاني بحصل الشيء الفلاني هذا غلط نحن متاكدين انك انت تبذل اليهد وتبذل عقلها وتوكل توكلت على الله اللي بتحصله هذا الله كاتب لك اياه لو تجري جري الوحوش
غير رزقك ما تحوش، ما لك إلا اللي الله كاتب لك إياه من قبل ما عينك تشوف النور. واللي يميز المسلم عن غيره، اللي يميز المسلم عن غيره، أن المسلم راضي بقضاء الله وقدره، ويعرف أن هذا شيء مكتوب له. هذا الفرق بين المسلم وغيره، وأنك أنت يا الإنسان تؤمن بقضاء الله وقدره، هذا شيء مفروغ منه، شيء محتوم. من يوم نحن صغار في المدارس علمونا أركان الإيمان، ومن أركان الإيمان الرضا بقضاء الله وقدره، خيره وشره، أنك ترضى بالخير والشر مع بعض سواسية. فكل مسلم من الله سبحانه وتعالى يصيبه بخير أو شر حمد الله وشكره، سواء يا خير أو شر، لأن هذا كله من عند الله، وهذا رب العالمين. ما أصابك بخير إلا هو يبارك بخير، ورب العالمين ما أصابك بشر إلا ناول لك خير من بعد هالشر. حد بالعرب يقول أنا بحتى الشر، هي نعم حتى الشر، لأن الله سبحانه وتعالى يبي يختبرك، يشوف مدى قدرك على الصبر وعلى شكرك له في السراء والضراء، وأنك أنت عندك يقين 100% أنك أنت صابر على الخير والشر، فلذلك لازم أنك أنت تحتسب الأجر. فلذلك الصبر هذا روحه وراه أجر، رب العالمين يختبر عبده في صبره، هل أنه صبور وشكور ولا لا في السراء والضراء. ما أصابك من مصيبة ولا هم ولا غم ولا كدر ولا حزن ولا فقد صاحب ولا صديق أم ولا أبو أخت ولا أخو إلا رب العالمين هذا كاتبنا ومقنن متى هذا الشيء أنت بيسوي عليك وحياتك. ورب العالمين يبي يأجرك على صبرك اللي أنت صابر لنا، هل أنت صابر ولا ما بصابر؟ ولو شتت شوتة ضربك في يديك ولا في غزك ولا في اصطارك ولا في علباك ولا في كتفك ولا في ضربة، هاي رب العالمين كاتب لكم وراها أجر. هذا ضرر أنت تانسب ويع مؤلم، لكن رب العالمين كم لكم الأجر، أنت لك أجر الدنيا والدين. فكل مسلم مستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، ما عنده خوف، ما عنده خوف من بكرة شو بيستوي، ولا عنده أدنات الدون إن الله سبحانه وتعالى ما بيكون معاه في السراء والذراء. أي إنسان مسلم على وجه الكون مفروض إنه، مفروض إلا اللي داخل لنا وسواس والعياذ بالله شيء آخر. الآدمي كل إنسان مسلم مستسلم لأمر الله بزينه وشينه، وندري إن لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وهذا شيء معروف من استوت الدنيا. ما يتروع من بكرة شو ولا شو بيستوي بكرة ولا شو نحن حاتي بكرة كيف بنعيش ولا وين بناكل ولا وين بنشرب، لأن رب العالمين نحن عندنا يقين 100% أن رب العالمين هو اللي مسير الكون، وهو المرزج، وهو المعطي، وهو اللي يرحم الكبير. حد من العرب يتشائم ينينونه من يصبح الصبح ظاهر، شاف قطوة سودة يا الله فالخير، ولا شاف واحد عور ما حد يشاهد العور من الصبح، مشاهد العور يقطع الرزق. هذا كله أشياء غلط، هذه كلها تشكك أنت كمسلم بقدرة الله سبحانه وتعالى. إن رب يا قطو هذا يعني هو هذا اللي بيقطع الرزق، يا الله بصباح الله خير، يا الله فالخير، ما يستوي، هذا كله ما يستوي. إيه وبالأخص إن شاف قطو أسود ابدا كان مشغل سيارته وداق انها سلف وراد ابوي ريوس بيصير دوامه رد البيت، قال هذا من اولها اللي هذا اولها ينعاف ثانيه. فلذلك تلقطه متشائم من شخصيه معينه، او متشائم من شاف غراب ولا شاف قطو اسود ولا شاف طيطار ولا ايا كان. يوم هذا اول اليوم لا والله ينعاف تالي، وحب منه والله انشبت القهوه ولا انشب الشاهي ولا انكسر الصحن، انكسر الكوب في دي خلاص، ولا انكسر الفنيال في دي وانا ياسد قهوه خلاص، هذا اخترب يومه. وان هذه كلها نظره تشاؤميه، وهذا كله من قل الايمان ومن ضعف الايمان وعدم اتكالك على الله سبحانه وتعالى، لانك انت
مفروض انك عندك يقين 100% انك انت متكل على الله سبحانه وتعالى، وهو اللي مسير، انت مسير ولست مخير. وبالاخص الاجانب، الاجانب نظره الشائم هذه عندهم وارده، بامكان يلك 3-4 ايام ما يظهر من البيت لانه شاف شيء عكر مزاجه، خلاص متوقع ان شيء بتستوي له مصيبه كبرى، فلذلك ما يظهر من بيته. هذا العكس بين المسلم واللي ما بمسلم. نحن كمسلمين مؤمنين بقضاء الله وقدره، نسرنا ولا ما سرنا، ولا يسرنا ولا يينا ولا تحركنا، ما نتروع من شيء ابدا، لان رب العالمين هو اللي مسخر لنا الارض من عليها بالسراء والضراء، ان شفنا العدل ولا مايل، هذا كله من الله سبحانه وتعالى. وكل هالمقدمه من هاي الساعه وانا رمسكم، هذه مقدمه لموضوع شائع ودائع، وبالاخص عند النساء، عند الحريم. الموضوع هذا عاد وباد في كل مكان، في كل محفل، في كل مكتب، في كل تجمع، في كل نادي، في كل سيرة، في كل يي، آزم هذا الشيء إدمان. والموضوع هذا أبدا مش بسيط، كبير كبير زيادة على اللزوم. هو بالكلام عنه بسيط، لكن يوم بتتعمق في معناه هذا الشيء يندله الجبين، ان هذا الشيء متواجد عندنا نحن يا معشر المسلمين، نحن يا امه محمد، نحن يلي فينا خوف من الله، بالاخص نحن يا الشرق اوسطيين فينا سخاء، فينا نعومه قلب، وفينا مخافه من الله. ياك خير حمدت الله سبحانه وتعالى، ياك شر حمدت الله سبحانه وتعالى، هذا شيء متفق عليه. لكن يوم بتشوف أرض الواقع، الناس بتتهول، بتشوف عكس ذلك، بتشوف البني آدم من يا شر ينينونه، إن يا خير آزم ينقز على كراء. وين عيا الإيمان بقضاء الله وقدره؟ يوم بتيك أي مصيبة هديت الدنيا آزم تنطح لطوف، يوم أدنات المشكلة وفاة ولا فقر ولا قل هست ولا قل نصيب ولا ما الله أرزق شيء ولا الله ما سخر لك شيء، تآزمت تشاتي الشيح والريح، ليش فلان عطوه وأنا ما عطوني، ليش فلان عنده وأنا ما عندي، ليش هذا الله أرزقه وأنا ما الله أرزقني، ليش هذا عرس وأنا بعد ما عرس، بلا هذا بهالوظيفة وأنا ما عندي وظيفة، كيف يعني؟ وين الإيمان بقضاء الله وقدره؟ رب العالمين كاتب وموزع الأرزاق من يوم نحن في الأرحام، رب العالمين مقدم الأرزاق وموزعنها من يوم نحن في الأرحام، ما شيء هذا شيء ما يختلف عليها فلان. نعم، من يوم نحن صغار في الدراسة مدرسين الإيمان والرضا بقضاء الله خيره وشره. لكن تعال شوف الواقع، من أدنات الدون أي شيء يستوي ينينونهم، اي شيء يستوي، حتى لو بيصير بيقص هنبال قطعه حامضه، يا تم يلعن ويشعن الساعه اللي قطع فيها الهنبه هاي، ولا سار بياكل لوز اللي قط فيها دود، يا هالحظ الخايس، اسميني مالي نصيب، شو بقولكم امور. والموضوع ها كلها لنا الحين مقدمه، شوف الواقع حاليا، وبالاخص معشر النساء، معشر النساء عندهم وجس وخوف ورعب من بكرة، من وراء بكرة، شو اللي بيستوي، شو اللي بيحل بي، شو اللي بيستوي بي ريلي أخوي ختي، شو منو بييني، منو عريس المستقبل، منو اللي بيخطبني فلان، شو علاقتي ويالي، هذا كله وسواس يضربهن يبن يعرفن، وفضول يبن يعرفن كل شيء، ما فيهن يترين كتبت الله، يبن أرجنت هاي الساعة كن فيكون، يبن علم الغيب ييهن بأسرع وقت بأي طريقة من الطرق، بأي حال من الأحوال، حتى لو كان شيء حرام. مثل ما قلت لكم معشر النساء عندهن مشكلة كبيرة في الموضوع هذا، اللي ما عرست تتريى المعرس هذا، تبي تعرف شو نمونته، شو شكله، شو أطباعه،
طوله قصره متنه ضعفه شو مؤهله هذا تبى تعرفه اليوم قبل بكره. هاي اللي ما عرست واللي معرسه وين صار ريلي وين يا منو رمس منو اللي عداله في المكتب في الدوام منو اللي رمسته في الدوام هالتليفون منو يوم رق منو هاي اللي رمسته هي مني هاي اللي مرمسه ريلي انا كل شيء تبى تعرفه عن الريل في حال انهم عرسه وفي حال انهم معرسه تبى تعرف ريل المستقبل اللي بي خط هذا منو اصله وفصله دراسته من وين جاي من وين يا وتنتى تبى هالعلوم كلها قبل الشيء وبعده غير مؤمنه بقضاء الله وقدره بالاخص هاي اللي بعدها ما عرست اللي توها يعني تتريى الخطيب متيجي ربيعاتي كلهن خطبوهن وانا ربيعاتي شي منهن عرسن يتن عيال وانا لين متى بتمشي وتيلس في ولوال وتيلس في وسواس ما يعلم قدره الا الله سبحانه وتعالى وتيلس تتكهن وتيلس تبى تعرف شو اللي بيستوي يعني يمضي عليها حال يعني مأساوي تفكر بطريقه بدال ما عندها يقين ان الله سبحانه وتعالى كاتب لها شيء الفلاني شيء الفلاني هذا الله كاتب لك شيء بييج الرأي الفلاني من مكان الفلاني ولا انك ما بتعرسين بعيده بركلك من انه ياخذ ريلني مرمرت هذا كله كتبه من الله كتبه من عند الله سبحانه وتعالى كتبه من الله انك انت ما تعرسين ابركلك من تاخذين ريال يرطرط راس جيب من حاس تبين ترى الزواج البنت رب العالمين يومي اخر ترى اللي تتعنس دوم تاخذ خيار القوم هذا وحده وثاني ثم الثاني جلوس العذاره في بيوتهن خير لهن من اخذ ريلن مخالف جلوس العذره في بيته ابرك كلها من وخيذ ريلن مخالف الريل المخالف اللي هو ما تعلمين الغيب شو بيسوي بشباكر لان ما بريال حال حريايين ابرك الفتيلسين البيت واشرف لك في بيته هلج من تاخذين ريلن مخالف ما تعلمين الغيب هذا مذهبه ونمونته شو بيس رب العالمين ما رادلك وخيد ياخذك هالريل الا لجل غايه رب العالمين يعلمها خير من الله سبحانه وتعالى الله رايدلك النجاه رب العالمين يعلم شيء انت ما تعلمينه رب العالمين يعلم شيء انت ما تعلمينه ان ما اخذت الريال هذا لجل شيء لصالحك انت من الله هي فتملي بنيه تطحن عمرها في وسواس تاكل عمرها تيها حاله هستيريه بيها انفصام في الشخصيه بيها الوسواس بتيها الهموم بتتراكم عليها المشاكل ويها بيتجلود هذا كله تفكر ليش فلانه عرست وانا بعدني ما عرست ولا ليش فلانه ما فيها عوق وانا مريضه ولا فلانه تدش بالاربع وانا طريحه الفراش ولا العوق هذا ليه في الدنيا كله يعني انا والبنيات هاكلهم ما ياهن العوق هذا انا شو مسوي في دنياي ما تعلمين ان الله سبحانه وتعالى له خيره وله 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 مليون مغزى ومغزى ان رب العالمين ابتلات انت في هالمرض لاجل ما تطيحين في شيء ثاني ابتلات بهالريل العايب لاجل ما تاخذين ريل هاكلين كلبك ابتلات بريل مسكين ما عنده شيء حصلان ولا ياخذ هاك الغني اللي بيمرمرك ما عرستي اخير منك تعرسين هذا كله اوامر محتومه من ولكن لو يبرد للواقع لان كل انسان كل امراه بالاخص الحريم نحن نتكلم الحين عن الحريم من حقها تحلم بالزوج الجميل الزوج الرجل الزوج الشريف الزوج اللي تحس انها مسند على يبل الزوج الكديد الزوج اللي شام صنام باطل الرجال المعتبر الرجال الاسمنلي الرجال اللي فيه خوف من الله الرجال اللي تحس بالامان وهي وياه هذه شريعه الحياه ما حد ما يبزين تتمنى الادمي يتمنى كل حرمه تتمنى بريل ما له مثيل في الدنيا تتمنى بريل الكرم والشهامه والطبع والمرايل والاخلاق واليود والاصل والفصل والجاه والمنصب والعفه والطهاره والخياره وكل ما هو زين تتمنى يكون في ريلها هذا موضوع موجود عند الرجل وعند المرأة لكن المشكلة حين المبالغة في الخوف
المبالغة من الخوف من المستقبل، المبالغة في الخوف من زوجة المستقبل أو من زوج المستقبل، إن شو بيكون هاي الحرمة حينها ماخذنها من البلاد الفلانية ولا من تخصني ولا بعيدة عني ولا من دمي ولا من لحمي ولا من رحمي، هل هذه باكر شو بيستوي عيشتي وياها ولا الريل هذا شو بيستوي عيشتي وياها. المبالغة في الخوف، المبالغة في التفكير، وين اعتمادكم على الله سبحانه وتعالى، وين التوكل على الله سبحانه وتعالى، وين الإيمان بالنصيب والقدر، وين الإيمان باللي الله كاتبن عليك أنت يا البني آدم، كنت ريال ولا حرمة، وين هذا كله؟ شو اللي يفرق بينك أنت كمسلم وبين الآدم اللي ما بمسلم؟ ما شيء فرق عبارة، كيف يعني؟ هذا بالنسبة للي ما بمعرسه. رد لكم للي معرسه حين يبتدي فيها الوسواس وتبتدي تهاجمها عاد الظنون والشوار العاثرة، ريلي أشوفه يتأخر هالزمان ليكون ناوي يعرس، ترى أخوه معرس ماخذ هنتين، ولد خالته ماخذ وحدة، وهذاك ماخذ حط من عقب ماخذ وحدة حط عليها الثانية، خذ هاي من الشرق وواحد من الغرب، هاي ما عرفت إلا في الأخير، وحين أشوفها مترابع وياه وأشوفها سيرت وياه إلا ويا ولد خاله، ولد خاله أبوي هنمونة دربة، خذ الحرمة وخذ الثانية وخذ وحدة شرق وحدة غرب، وحين ثلاث على ذمته، ولا ولي ما تعرف. وشو بقول لكم أمور فين ينونها الحرمة، من يدخل هالشك إن الريل بيعرس أو عنده علاقة، تبتدي عاد تتكهرب حياته، تتكهرب الحياة، كانها تحاتي ولد ولا أخو ولا أبو ولا 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 بنت ينينونها، تبى تعرف شو اللي بيستوي بالطريقة أو بأخرى، لأنها ما عندها يقين من الله سبحانه وتعالى إن كل عباد الله مخيرين وليس مسيرين. يعني هذا اللي بيصيبنا الله كاتبنا بيي طرتي فوق وقعتي تحت، فترتكب جريمة شنعاء كبيرة فوق ما تتخيلون في حقها وحق العائلة هذه، وتهدم العائلة عن بكرة أبيها، وهذا مربط الفرس. لأن الحين هذه خطأ ترى كله مقدمات. شو اللي يستوي؟ يجيها الوسواس، الشيطان يتخيلها يركب أبوي معالي علباها فوق، فيوزها على أن تسير البلاد الفلانية، ولا دق تليفون للشخص الفلاني أو للحرمة الفلانية، هاي أبوي تفتش الفال، وهاي أبوي تضرب الودع، وهاي بتخبرت شو باكر بيسوي ريلك، وشو عنده وشو علم وشو خبره وشو نواتقه، شو تحت راسه وشو ناوي، شو بيكون لابس. ما تشوفيني يتدخن ويتعطر، ناوي أبوي يسوي هالنمونة، ما تشوفي الأول بحلطة وخياسة الحين يتروح ما يظهر لمتعدل مزين، ترى ناوي على الشيء الفلاني. هذا كله عن طريق منه العراف، وعن طريق اللي يقرن الفنايل، واللي عن طريق اللي يفتشن الفال واللي الكوتشينة، هذه كلها أشياء يعني كأنك مرتكب أكبر جريمة في حياتك. توصل المواصيل ما بلا بالتليفون تسأل هالعرافة، لا تسير لين عندها لين شقتها ومنتيها، صبت لها أبوي فنيال القهوة في زرتها هي، وهناك في الميرس حول 20 حرمة يترين كل 5 دقائق تيها حرمة، من زينه ومن شينه، من عالي ومن داني، من اللي سات في شقيق. هذا مر واقعي، نحن نتكلم واقع، ما شيء وحده وهنتي، وكل كنت عارف ان هالموضوع، وكل كنت ادرب، وكل منكم والجميع عارف هالموضوع، وهالموضوع منتشر زيادة عن اللزوم، وبالاخص هالزمان وهالوقت بالذات. من توصل قررت هاك الفنيال واللي داخله هاك الحليط، وقالت بي يا حبيب النبي، وجلبت لها الفنيال، هذا خط ابوي، هذا شفتي هاي حيات تمجارين قرب لها الله، هاي هي ويا في الدوام تقرا لي في الدنيا صبح ومساء. هذه وحده حيات تغلاب ويا في الدوام، اول حرف من اسمها ب ه ب ه، ما ادري من اي بلاد نحن ما ادري، ما يبين اليوم فنيالك هذا، ما يبين ان اول حرف ها ولا باء، نحن ما نعرف، لكنها حيات تمجارين، وهذه قصير مربوعه، هذه ابوي عينها من الريل، والريل ترى ابوي ما تشوفينه امس متدخل، قالت هي متدخل ريلي،
ولابس السفرة في السيارة ما لبسها عندك، لأنه يبقى يحط الريح والعطر اللي هي داني موجود عندك في السيارة. تتذكر إن الرجال ترى كل الرجال الحين عطوا راتب في السيارة. ها تصدق كل هالخزعبلات صدقت هالرمسة كلها، خلاص افترت ديلك عندها، لأن إيمانها قوي. مش قوي إيمانها، إيمان ما تايده الإيمان من الأساس. لو كان إيمانها قوي ما صدقت العرافة ولا صدقت راعية الفنيال هذه. هذا أمر خلاص عادة أن توصل مواصيل أنك أنت سرتي عند عرافة، هذا أبوي خلاص أنت هدمتي حياتك، هدمتي دينك كامل. أنت حين من عقب دين شو خانك يوم تسار عند هالي تقرأ الفنيال وتفتش الودع وتفتش الكوتشينة، هابو أنت هدمتي دينك خلاص، ما وراك فايدة أبدا أبدا، ما وراك فايدة. بتقولون كيف يعني انهدم دين الحرمة هذه؟ كيف اهدمت دينها؟ اهدمت دينها بأنك أنت دخلتي في الشرك بهالطريقة، أن أشركتي مع الله سبحانه وتعالى حد في علم الغيب. علم الغيب ما يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. أنت أدخلتي بني آدم عنصر آخر، بني آدم من مخلوقات الله، أنه يعرف اللي يعرفها الله. فلذلك أنت حاليا كفرتي، هذا كفر، هدم الدين كفر. أنت حاليا كفرتي أنك أنت أشركتي مع الله في علم الغيب شخص آخر. شيء عن الشرك من أشرك بالله شخص آخر شيء، خلاص هذا الكفر والعياذ بالله. ما شيء شد عن الكفر بدام أنت كفرتي، هذا أبوي هدم الدين، هدمتي دينك بالكفر هذا. خلاص انتهيتي وانتهى مستقبلك، خلاص أنت ما بمسلمة حاليا لأنك كافر. وأنا تسامع في يوم من أيام الله في خطبة الجمعة أن من أتى عراف فصدقه فقد كفر بما أنزل على سيدنا محمد. شيء يشهد عن شيء حديد، لكن هذا معناه أنك أنت تشرك مع الله حد آخر في علم الغيب. قراية الفنيال، الكوتشينة، فتش الفال، القهوة، طحنة الزمان، كل هذا في علم الغيب. علم الغيب ما يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. واللي يصير عند عراف فقد كفر بما أنزل على سيدنا محمد. هذا هدم الدين وهذا الخروج من ملة الإسلام. هذا الإنسان اللي يقول بلي ملة حيتازم بلي تازمين بلي ملة، يلي أنت أساس تطمنين على رأيك سائرة تخوضين عند عرافة، عند راعية الفنيال، عند راعية الكوتشينة، هذا كله يور ومنكر. اللي المنكر المشكلة حج وعمرة وصدقة وبناء مسايد وفعل خير، و24 ساعة يشاهدن الفنيال، 24 ساعة يفتشن الودع، 24 ساعة الكوتشينة، هذا كل العمره والحج والبنيان الخير والمسايد وكفلات الايتام، هذا كله انت اشركتي بالله سبحانه وتعالى. كيف يعني تسوين هذاك اللي انت سويتيه؟ هذا ما يدافع عن هذا. معيشه يوم ما تدافع عن معيشه سنه، وهذا اللي سويتيه انت كل معيشه يوم من الخير. معيشه السنه انك صرتي عند عراق، أنت هدمتي كل اللي سويتي هذا، لأنك أشركتي بالله في علم الغيب، أشركتي مع الله حد في علم الغيب. فلذلك كل الخير اللي شو خانت العمرة والحج والصدق. ها في أمور بعد زيادة أنتم ما تعرفونها الحين، أبوي طايحات أبوي في معاهد وفي دراسة قراية الكف، دراسة قراية الكف. تعلمن بنات الحين، بنات عمر على 26 و 25 و 23 و 19 و 20، تعلمن يدخلن معاهد يتعلمن كيف يقرن الكف. هاي أمور كفرية، هاي أمور كفرية تدخلك في الكفر. كيف تتعلم شيء يعلمك الكفر؟ هذا حاليا أنت تكفر بالله سبحانه وتعالى. كيف ترضين على عمرك بحجابك وما فضل عنك وسائر والله المعهد تتعلمين قراية الكف؟ هذا شيء يرضي الله سبحانه وتعالى؟ كيف شو حياتك انت الحين؟ شو مستقبلك؟ لا تحروني انا رب مسرب ساحب من عندي. هذا شيء موجود وواقع، وما رمسكم الا من عقب ما ظهر لي قرون من كثر المكالمات، كثر
المكالمات والأخبار والسير واليي والأخبار اللي نشوفها والعلوم اللي تينا من مراسلات من زير من واقعنا المرير اللي نشوفه بعيننا وين ما نسير، هذا اللي نشوفه. هاي مصيبة كبيرة. وصلت المواصيل اللي يدخل معاهد داخل في شرق وغرب يتعنن يتعلمن قراية الكف، لأن مدخل رزق ويلسن يقرأ الكف حق ضعاف الأنفس، هن حين كفن ويكفرن اللي من غير، لأنك تدخلن في العلوم الغيبية. هاي أشياء علمها عند الله سبحانه وتعالى. كيف أنت وين يبتي هالعرف؟ شو هالثقافة؟ طب هو شريعة فيزياء كيمياء جغرافيا دين فقه، شو هاللي تعلمين أنت؟ قراية الكف، قراية الكف يعني الكفة القرحة اللي قرحة أيوب. يا رب العالمين، رب العالمين سبحانه وتعالى خص علم الغيب في نفسه. علم الغيب هذا الله اختصه في نفسه، ما حد شارك فيه، لا أنبياء لا رسل لا 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 لا, لا, لا صديقين لا, لا أبدا. رب العالمين اختص علم الغيب في نفسه. فكيف تدخلين مع الله سبحانه وتعالى أنك أنت تشاركين الله في علم الغيب؟ شيء أكثر عن شيء كفر؟ شيء أكثر عن شيء خروج عن أمة محمد؟ شيء أكثر عن شيء إينان يعلج لينا؟ اللي يشوفون ضرب الودع قراية الكف والفنجان هذه أشياء مسلية وأشياء بسيطة، هاي من أكبر الكبائر، أشياء كبيرة زيادة على اللزم. شيء أكثر عن أنك تشارك الله سبحانه وتعالى في خاصية انفرد بروحه دون عن كل شيء. رب العالمين ما عطى الأنبياء، يعني أنت أخير عن الأنبياء حين أخير عن الأنبياء أنت بتقدين اللي متعلمة قراية الكف؟ أقولكم شوف عيني، ما حد قال لي. جلسات أبوي في كنكة قهوة يتياهم معا، والله عندنا بريك ما بتينا، قلت بهيك سرك لأنها بتياهمات حوالي 11 وحده في مكتب سكرات على عمارهم جلسوا، يعني تحيلوا انا كله وانا عباره بناتي، لكن انصدمت يوم شفت الموضوع، انصدمت يعني تهولت. والله اني سكت لا قلت لا كلمه عويه ولا مستقل. جلست دقيقتين بتشرب قهوه ابوي ما دانيها، هاي تركش كوفي انا تعبني، قهوه عاديه ولا اسبريسو يمكن. والله ودرت وظهرت، ها يالسات مسويات حفل مهرجان، كل من واحدة خلصت دارت الثانية دارت دود دود شو هالكيت وهالكيت وهجي والله شفت قمزلي ورمسني هيا، لكن هذا هو طنش ما بيخاطبني، قولي لي دخين والديك ما يباني ولا إينان. والله الله يبوكم يعني ما فيهن حاسين، متيامعات متيامعات تحراهن يقران على ميت، تحراهن يقران على ميت متيامعات وكلهن يصبخن. زي تدرب لنا هذا كله كذا، شوفونها لو فيها خير نفعت عمرها، شوفونها شوفونها ميلسة باير بتيوز كننتن بطالع الكن ريال، انت من الفنيال ريال من فنيال تبنى وضل عنكن فنيال محوحو وخطوط وما ادري ايش قايل ويميع الرواوين داخله، شو تبوها من ريال من عقب يميع الرواوين من التاس طيبت الحصار. اي وهذه على شيء منهن، حد منهن مثلا معرسه انا اشوفها يتاخر أشوفها ما يجلس عندي، وأشوفها ما يجلس عندك، شوفي شو مسوي دبيهج، هب تقرين هب يسجونك فنيال قهوة، يسجونك خوري قهوة بكبرة يقرون في مناخرك، بياخذ عليك بدال وحدة هنتين وثلاث، لأنك أنت مقصرة في حقه. ما شكيتي ودخلتي تقرين في أمور إبليس والشيطان تتعقبين من وراه الريل إلا أنت مقصرة. الريال ما يصير شرق وغرب إلا إذا في تقصير من الحرمة، الرجال ما يصير شرق وغرب إلا كان فيه خلة في بيته. اكتسبيه، احتويه بحنانك بعطفك بكرمك، عطيه خديه اليوم ما عنده ما ينكر حال، قرقه شيء ما بعيب، ما بتخليني يصير يدور بيز من شرق من غرب يوم الله مرهي عليك، لا والله اعطيه ما بعيب ولا بنقود، هذا انت لهولك ان تخلين الموضوع يتطور الى انك تدخلين في امور الغيب، لان هذا كله من تحت راسك انت، ما استوى هذا الشيء الا انت في تقصير منك.
الرجال علمه وخبره هذا شيء عند علم عند الله سبحانه وتعالى، مش معناته انك انت تحطين ميكروسكوب عليه او انك انت تحطينه تحت المجهر او انك تسيرين عند العراف طالعين له في الفنيال او تقرين الكف او طحنت الزمان، كل هذا لاجل ريل ريته حصاه ريته هم الصبيان يوم اللي هو بيخليه تدخلين في الكفر وتدخلين في شرك بالله انك انت تظهرين من امة محمد غدين كافرة والسبة رايل دورين عراف يخبرك عن امور رايلك، وين حاسيتك وين علمك وين دينك؟ دين لازم يكون موجود قدام عيون تراقبي الحي القيوم في حياتك انت. الرايل نفاد العين ما شافت اي نعم، اللي ممكن تحيد عمرها تسير عند راعي الكف ولا يقرولها كفي الكف هالقرحة ولا اللي يقرولها الفنيال يعليه يقرونها مناخرها، هذا يبوكم توب لله سبحانه وتعالى، مفروض انها تتوب وتفتك لان ابوي عبارة كافرة كفرتي يلي تسيرين تقرين الكف وتتيامعن في المكاتب تقفلن على عماركن. ادري بكم تسمعني الحين، انا ابوي لا قلت انكم وين تشتغلن ولا وين تتيامعن ولا هذا، انا ارمس فكرة عامة بصورة عامة، ما خصيتكن انتم ولا خصيت الفلانيات للعاليات ولا الدانيات ولا الدنيات، كلهن كل منكم والله والحمد الضب الكل منكم، ابوي الالف منكم ما تمزر محارة، الألف ممكن ما تمزر محارة اللي هنمونا طبعها، شو خانته شو خانتك أنت يوم ظاهر من أمة محمد؟ الفرق بينك وبين الـ 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 الكافر الـ الـ أن هذاك مشرك بالله سبحانه وتعالى وأنت أشركتي في وصلت المواصيرة بحشركم أن يصيرن يبقى عند هالقنبل طبوب، يصيرن عند هالبل اللي حضر المواد هالبالزيارين، والله سووا لي حصل بول والله انفخوه ولا سووا له خلوا ما يروم يصير الحمام ولا يبعوا في بطنه يعل بطنه البعو وسووا له ما ادري شو سووا له ما ادري شو عسب انه ما يعرس، خلنا يشوفوا حريم بنات حواء وادم سبلان وتشوفني انا يشوف غيري سباله وتشوفني انا غيري وانا غزاله، يشوف غيري سباله وانا يشوفني غزاله يا ويح السباله، لا والله لازم ابوي تنتبهن حق عماركن تفتكم الصدع والديانة، هذا الموضوع واقعي بغيت اخبركم عنه ضروري تدوبه. لو المغبي ابوي ميامل 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 ابوي الماء زاد على الطحين وطفح الكيل، يلا وحين عبرنك الصلاة بنقص ما يحتاج اخبركم وين ساير، قايل لكم انا اليوم شو عندي وليش حتى ما سرت البحر، حتى انه اخذ اليوم خان ابوي عن سيرة البحر، ساير ابوي في هواه روحه صار مكان غير عكس البر عكس البحر، عكس البحر يعني يا يبل يا بر واحد من الاثنين، هو يا فريجة، وانا الله يحفظكم اليوم ما حولي سيرة لا شرق ولا غرب، في احتمال باكر يكون عشاي في دبي ان شاء الله اذا رجعنا من الحيين، وحين وين ساير انا ساير الله يحفظكم ارض المعارض، مركز ارض المعارض لحضور التكريم المقام من قبل بنك ابوظبي الأول في نهاية المعرض اللي يقيم كمل 3 أيام من أكبر وأحسن المعارض ترتيبا وإنجاز وإقبال جماهيري كبير ما شاء الله تبارك الرحمن وكل شيء، واليوم عاد يوم التكريم للناس اللي شاركوا بإنجاح هذا، بس عاد عليكم يوم الرمس ما قصرت رمست أبوي من العصر لين أدن المغرب والضحى بعد رمسنا ورمسنا عن لاشار، اليوم شو أمور وايد رمسنا عنها لكن كلها أشياء زينة، يعني أنا الموضوع اليوم أدري بأن حد من العرب يستثقله لكن شو أسوي، هذا موضوع واقعي موضوع نحن عايشينه ونشوفه عند الناس كلها، مفروض أن نحن نوقظ حاليتنا وبناتنا وأمهاتنا وخواتنا وخالاتنا وعماتنا، نوقظ جماعتنا عن هالشيء اللي ما أنزل به الله من سلطان، فلذلك يعني لا دمي يتحذر واللي بتشد أسوي هالشيء يتوب إلى الله توبة النصوحة. صورني الرادار على فكرة الشارع 80 وأنا مشيت 81 ما يسوى علي، لو دريت ما رمستكم، يلا في ذمتكم. مركز أبوي مال تبع مال القروض بقفال عاد حين قفال خلاص تلايا ولا يبات مرة عاد حين هذا خلاص ختامها مسك، الحين كلهم عاد العرب كلهم مدعيين للتكريم اللي شاركوا في الحفل، وفي
نجاح المشروع هذا الكبير يعني شيء جميل كان الحمد لله رب العالمين. ايام بالحمد لله المزروعي مساك الله بالخير. مرحبا مسنون. زين يقولون انتم قبضتوا التكريم مالكم الحين. نعم نحن ان شاء الله بنتكرم من قبل البنك ابو ظبي الاول ان شاء الله اليوم. نعم. وكل المشاركين اليوم ان شاء الله بيتم. واليوم طال عمرك نحن نتشرف في هذا اليوم بالخدمات اللي تقدم في هيئه ابو ظبي للاسكان. نعم. وكذلك البنك والجهات المشاركه يعني فنتشرف طال عمرك بحضورك يا ابو محمد. يعني الله يسلمك. الله يسلمك. الله يحفظك. تستاهلون تستاهلون التكريم وانت رجال طيب يسدنا اخوك محمد. الله يطول عمرك ويسلمك. الله يطول عمرك. شكرا حبيبي. شاد سهيل بالجمهور كيف حالك؟ الله يسلمك يا رب. والله مليون مرحبا ولا يسدن. يا مرحبا بك يا مرحبا. انت اخت الشاعر ولا؟ بنت ولد منكم الشاعر من كل العرب. يا مرحبا بك. يا مرحبا. يا مرحبا. انتوا الحين مشاركين تبع البلديه ليش؟ احنا مشاركين نعم تبع البلديه. اي نعم. نعم وحين تكريمكم انتم الحين بيستوي. اي نعم ماشي. انتوا بكم تروحكم تكرمون العرب. انت بروحك هني اصلا داعيينك لانك مشرف المكان. اللي ما دوب حزنك. طول عمرك يا رب. الله يحفظك. يا مرحبا. يا مرحبا. يا مرحبا. على ما تشوفون ما شاء الله العالم كلها شد يت. هاي طاولتنا نحن. سلام عليك. السلام عليكم. كيف الحال؟ ما شاء الله الحضور على ما تشوفني. الجهات الحين كلها بتتكرم من قبل بنك أبو ظبي الأول. خوز ما بغيت تصور لحينة. ما شاء الله تبارك الرحمن. ولا طاولة فاضية غير الطاولة هذه اللحينة. هاي مخلاي وحدة. أخ محمد المنصوري سلام عليك. السلام. أخ محمد المنصوري رئيس قسم رئيس قروض أسكان. قروض الأسكان. شو طباعك على الله يحفظك بخصوص المعرض السنة؟ شو تشوف الإقبال؟ صراحة الإقبال جدا كبير وإحنا سعيدين بالحضور. وكان حضور مميز. الله مثل ما قلت قبل بصراحة كان تميز في الحضور في الزوار المعرض. كانوا المساحات كبيرة. المساحات كبيرة. الزوار المعرض كانوا متفاعلين مع العارضين متفاعلين مع الشركات. كان في كثير نقاشات معهم. فهذا كان شيء طيب. الحمد لله. تستاهلون. تستاهلون. الله يحفظكم. فاتكم الناموس على هال على هالشيء اليمن الشيء الزين. شرفتوا أذنك كلها تشرفت بوجودكم. على الله يحفظكم. ترتيب في منتهى الروعة وقمة الشياكة. المنصة منصة التكريم جميلة وأنيقة يسد كل لون البياض هذا اللي فيها. اللون هذا اللي اختار اللون هذا جميل ويمل وحضور ما شاء الله كبير. حضور كبير وجميل من جميع الفئات. أخوف لا أحد يجلس مكاني. محمد المنصوري رئيس قسم عروض المواطنين في بنك أبو ظبي الأول. رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي على صعيد تعزيز البنية التحتية الخاصة بتقديم منتج بمواصفات عالمية
من توفير مظلة تمويلية كبيرة تحقق تطلعات المواطنين وتكرس حلمهم وطموحاتهم في امتلاك أو بناء منزل أحلامهم. دورته الرابعة تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي. أن نشكر رعاية سموه المتواصلة للفعاليات والمبادرات التي يقدمها البنك، الأمر الذي يعد أحد أسباب نجاح مسيرتنا. تنظيم نسخة هذا العام من قبل بنك أبو ظبي الأول جاء استجابة للإقبال الكبير الذي شهده المعرض منذ انطلاقة عام 2014، وها نحن نستكمل المسيرة التي تهدف إلى تمكين المواطنين والمشاركين ومركز الوطني للمعارض عندنا وفريق العمل في بنك أبو ظبي الأول. كما نشكر الأخوة في شركة رين لايت لإدارة وتنظيم المعرض. كل من ساهم وساعد ونجاح المشروع هذا والملتقى هذا ما نعتبره معرض فني ونطلع منه، هذا نعتبره ملتقى سنوي نلتقي فيه كنا نحن كقطاع خاص نلعب دور رئيسي ومهم في استقرار الأسرة الإماراتية، وهذا الدور الرئيسي يلعبه الدورة هيئة وضع الإسكان ويلعبه البنك معانا تقريبا من 10 سنين أو 12 سنة. المرحلة الجاية أو السنوات القادمة إن شاء الله بتوجيهات القيادة في إمارة فضل ولا شك منها أنها تزيد، لأن أعداد القروض إن شاء الله تزيد. إمارة فضل سعادة حمد الخيرات الكاملة اليوم في تكريم الشركاء الصف، ونبغي إن شاء الله الدورات الجاية أن إحنا نلعب دور أكبر نبرز. والآن تكريم الشركاء الاستراتيجيين. هيئة أبو ظبي للإسكان. مدن العقارية. شركة العين للتوزيع. شركة العين للتوزيع. للتصميم الداخلي الكيدرا للتصميم الداخلي وموناليزا مع بنك أبو ظبي الأول. يعطيك العافية أخوي عبد اللطيف، استاهل تحية. مؤسسة أمواج البحر للمقاولات العامة. تاج الوحل للاستشارات الهندسية موجودين، ومن ثم اليمامة لنوافذ والأبواب. اليمامة يعطيك العافية. دير عيالي عيال نيات الهنتين وليد الله يبارك فيهم البركة إن شاء الله. والأبواب. أليه الحمد. و
ومن ثم البيت كويك انستول استشارات الهندسية أساس انترناشونال موجودين معنا مؤسس ضوء الخواطر تفضل جدم الله يرضى عليك ومن ثم الهان تكنيكال ووركس والآن مع والمقاولة أمور كثير تخص البناء يعني أي حد يبغى شيء يسأله ما دام موجود اللي تايم بالذات اللي تايم ومن ثم والآن مع تكريم الجهة المهمة لا لا والله يستاهل يستاهل تحية يستاهل ما شاء الله عليه يعني قام بتنظيم هذا هذا المعرض وكبره كل المعرض أيوه. هذا اللي شفتوا البوتات والترتيب والتنسيق كله ابو معد هذا خالد هذا اللي تشوفونه هذا كل خالد يكز قرتي فنان ما يخلي شيء ما يعرفه المساحات والفراش كله ابو يتبعه شخصيا سيتم تكريم اليوم معكم من المكرمين شخصيا أنا واتشرف صراحة الإعلامية منال أحمد نعم شكرا لك المدير لا أنا بتحية أشوف تستاهلين منها والآن المكرمين صورة تذكارية إذا تسمحون نكون حركتنا سريعة تفضلوا على المساحة حياكم الله صورة تذكارية أحلى تكريم كان لك لأن اسمك مميز خلود هلا خلود خالد خالد شو اسمك خالد خلود السلام حبيبي يعطيك العافية وعرف كثير من المتابعين أهمية معرض الإسكان للمواطنين والآن ننتقل للسيد سلطان الزعابي وليتفضل سلطان الزعابي هلا هلا والله مليون مرحبا هذا الله يحفظكم مايد وتيج بمايد يارنا في البطين قبل ما تحول انا متحول مدينة محمد بن زايد تحول محمد بن زايد قبل هي خبر عن كل شيء شو شيء شيء اسمه سري هو شو بنتاغون بيتنا قبل بنتاغون عرفتوا دور الملفات زين فهي تحولنا من 10 سنين ومن 10 سنين نحن متفاجئين وياه أشوف هذه المناسبات في الأحزان وفي الأفراح وبيت أبوي قوم بيت حياة ثاني بن مرشد بيت عيالهم هني في الميلس الرئيسي عندهم ويتجمعوا الجماعة ما شاء الله كلهم نرمس نسولة يوم يدقون علي شرات الدوخة عادي عنو هيها للبطين تراهم بعد ما ما ألقط الدورة منها ألقط البد من ثياب اللي على ينبي ولا قط الدورة منهم يا أبوها فلذلك هيهم ييه عاني هو اليوم عاد عانين علي ويتب لقط هالشاب فنان فنان يا الله يوم أنت ما فنان في مشكلة هني مستوية في كل بيت عندهم في البطين لازم حد من عيالهم ولا من خوالهم ولا اسمه ماي شو سبب حب اهل البطين باسم ماي شو هنا ما ندري لا بد انك انت اسمك أنا ما يستوي لا لا كيف ما تعرف لا ليش يعني في كل بيت شو السبب يمكن ماي العود عندهم هنيك الحين اسمي عليه يدهم الصابع 10 يمكن مثل لويس العود اي والله يستوي اقول لكم لا ورميثات بعد عندهم اساميهم مميزه شافي مرشد حميد حبور صح. عبتور ها كلها اساميهم رميثات اي والله سبحان الله هي كل حد ابوي متقبض باسم يدانه اسمك بكبره مايد بالعتيج بن مايد بن ثاني المهير المهير ما ادري المهير لا 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 المهير عشان كل الاسامي متشابهه عندكم مرشد كلهم ثاني حبتور حثبور حبتور وحثبور كله
كلها جي اساميكم قم بنزي قم بنا هي سبحان الله هذاك طلعك من هذا اللي قاعد هذا ما يد عبد الله هي ما ينهير والله والنعم هلا 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 وغلا هذا محمد وهذاك محمد هذا ولد مرشد الثاني ولد مرشد هذاك ولد احمد والثاني ولد مرشد هذا بعد على الله يحفظكم عبد الله بن احمد يا الحياة الثاني المرشد يدهم أيوة هذا يشوفون واحد منهم شيء إصابة بليغة ما أدري ما يندر عاد شو سبب الإصابة البليغة هاي شو سبب الإصابة البليغة هذا ما شاء الله هذا يا رجال شفت لنا ها مرحبا 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 الله يسلمك صبت هاملة ها شو هذا بالله عليه محمد وين يا ابو حمد وين ساير ابويا بيت تخيلوا هاي ظهرتي من المغرب توني هاي قضيت ومضيت وعينت من الاخير وخذت لي لهفه على الكرنيش وصرت بيت حياه ثاني بمرشد يا له الجنه البطين جلس عند عيالهم وتقهويت وسولفت وصورنا وهذا ربنا وعندك ودونك ويهت حين هي والله قلبي ابوي في البحر متولع في البحر متولع في البحر لك ما شيء نصيب سير ما الله كتب ان شاء الله ليايات اكثر الله كريم يوم الاحد باكر شو باكر الجمعه باكر ان شاء الله غدايه في البطين وعشاي في دبي باكر ان شاء الله مساي بيكون في دبي مول ان الله راد اي نعم بكره ان شاء الله بيكون اصلي المغرب في دبي بعين من الله خير بندردش بنحوط شاي في دبي مول ان الله راد بني ناوي يصير سيتي ووك غير سيتي ووك بويه بعد هالدنيا لا بقى ضوء ضيان لكن ان شاء الله انه باكر مسائي بيكون في دبي مول وبتعشى وبحوط وبشوف العرب والعرب بتشوفني بقزر مسائي كامل لين نص الليل يوم بيسكرون البيبان اترخص ابوي من هلا دبي مول وبضوي ابو ظبي ما بابات نعم ما بابات الله يحفظكم ما بابات بزهب ساماني بسير طاعت هاي العقمة قابطنها الغرمة ما هاي الغرمة وايد ضيجة والعقم تان خلاص أقولكم خلاص بخليها تفتح أقولكم يوم الأحد بطير جدة شيء أخبار جميلة زينة بيرس الأحد والاثنين والثلاثة في جدة الأربعة إن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين بسير مكة بعتمر ومن مكة برد زيد جدا مطار جدة وبرد بضبي إن شاء الله يوم الأربعة هذا برنامجي إن شاء الله الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة أربعة أيام بكون ثلاثة أيام في جدة الأحد والاثنين والثلاثة الأربعاء الصبح بسوي تشيك اوت الأربعاء الصبح بسوي تشيك اوت بسير جدة مكة وبعتمر وبتلاقى ويا حمد رميثي بتغدى عندهم حمد ساير بمه هناك تبو الحين طلع لي مسج قال لي خالد نحب نكون في مكة بييك الجدة قلت له لا انا بيتغدى عندكم ان شاء الله في مكة بيكون غداي عندكم بعتمر بتغدى عندكم وبقيل وإن شاء الله بيكون طيارتي الساعة 5 من أتغدى سيد برد إذا الله راد قال لي شورك وهداية الله أعطي لك البرنامج كامل عادة سيرتي جدة بتكون على طيارة 380
أول رحلة تسير إلى جدة، والسيرة وعنوة الطائرة هاي من أبوظبي لين جدة بمناسبة اليوم الوطني السعودي. الطيارة طيارة عام زايد، هي نعم الـ 380 هاي ما تسارت، الإيرباص مدورين العودة هذه ما تسارت، وأول تسير رحلة لها هذا، بس سيرة وحدة بمناسبة اليوم الوطني السعودي. اللي يميز الطائرة هاي إنها هي أكثر الطائرات اللي موجود فيها بما يخص عام زايد، الملصقات، الكراسي، الأفلام، الوثائق، القصص، الدفاتر، الألعاب مع الأولاد مع الصغارية، كل شيء يختص بعام زايد موجود داخل الطيارة، من كل صغير وكبير، كل شارد ووارد، كل علم يخص عام الشيخ زايد موجود في الطائرة كاملة. الطائرة بتتوجه بحفظ الله ورعايته من إمارات الخير، من عاصمة اليود والكرم إلى جدة السعودية، جدة البن سعود، يلا الله يحفظهم. مشاركة من طيران الاتحاد في اليوم الوطني السعودي، الطائرة بتشتل من مطار أبوظبي، من مطار أبوظبي إلى مطار جدة إن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين، يوم الأحد أظن الساعة 11 كانها الأولى 11:30 الإقلاع. في أول تسيير رحلة، أول رحلة للطيارات، طيران إيرباص 380 لجدة. كابتن الطائرة اللي يقود الطائرة إماراتي، مساعد الكابتن طيار سعودي، وأصغر طيار يوجد في شنتية السعودية، والطيار السعودي هذا أول وأصغر طيار إيرباص في شنتية السعودية بزمها وعراها. وطائرة عام الشيخ زايد هاي اللي بتتوجه إلى جدة مميزة بطريقة ما تتخيلونها، أنا بقوم بتصوير كل مرافق الطائرة كلها من أولها، هاي الطائرة من النوع اللي مميز للغاية، ما شيء شارات تهنتين في الدنيا العودة، من أجملهن وأشيكهن، يسدن هشالة اسم المؤسس، اسم حياة الشيخ زايد يعله الجنة، ومسمينها طائرة عام زايد، شيء خير عندي، يعني الله لا يفرج ما بيننا ولا بين السعودية، دام الدنيا حية يا رب العالمين، ويحفظ إن شاء الله الشعوب بين، يخلي الألفة والمودة بين شعوب شعب الإمارات والشعب السعودي، دام الما يورد والرب يعبد، وتحفظ إن شاء الله الحكومتين الرشيدتين، وترشدهم إن شاء الله لكل ما هو فيه خير وصلاح الأمة الإسلامية، وتحفظ الحكومة، حكومتنا حكومة وشعبا، حكومتنا وحكومتهم، حكومة الإمارات وحكومة السعودية وسائر بلاد المسلمين أجمعين. بس عليكم الرمس يوم إلا اليوم رمسة، ما قصرت ما قصرت، لو من كل كلمة عديتها من الصبح لنا حين أحصل 10 فلس كان الحين 10 فلس أنتي بغدي ملياردير من كثر الرمس اللي رمست اليوم. يلا صباحنا على خير وإلى اللقاء إن شاء الله.